مصاب، عاوز يجيب هدف تاريخي، عاوز يجيب هدف تاريخي، وجاب هدف تاريخي. وليد صلاح الدين عاوز يجيب هدف تاريخي واحرز هدف تاريخي، وله الحق تماما ان يبدله هو النهارده. وليد صلاح الدين احرز هدف تاريخي بثقه واقتدار، واحلى ما في المباراه واحلى ما في الدوره. والدكتور جمال الجنزوري من اعجابه بالهدف قام تاكيدا وتحيه تمكن يرقص، وبعدين ممكن يحطها وحطها فقط جديد، وهو بطل ابطال الدوري للانديه العربيه بعد لما اضاف بطوله الانديه ابطال الكون. ادي وليد صلاح الدين يزول ويزول ويعطي للنادي الاهلي الثقه. ابو الدهب ضربه حره غير مباشره وعاليه، هوبا يا جول 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 جول، الله 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 الله. سمير كمونه سمير كمونه سمير كمونه في الوقت القاتل من احدى كرات عابرات القارات، يلمسها سمير كمونه وهي في الهواء بدماغه تسقط من فوق هشام التاجر جوه الجول. ايه الجول ده؟ يعني بعد الجول ده عايز تاخد الشاي بتاعه؟ يعني ازاي يعني؟ حط الشاي هنا وليد عشان ايه الجول الجميل ده؟ يعني قول لي ابرز ذكرياتك مع الاهداف الوقت اللي كنت تنزل فيه. بص، عندي ذكريات كتير حلوه الحمد لله. دي طبعا مباراه من المباريات اللي كنت احتياطي ونزلت بين الشوطين، مباراه صعبه جدا، جبت ضربه جزاء احرزها الكابتن هادي خشبه وجبت الهدف الثالث الحمد لله. بس ليا مشاركتين، ليا مشاركه، اول مشاركه ليا مع الدرجه الاولى كان عندي 17 سنه بدل الكابتن طاهر ابو زيد. دي اول خمس دقائق جاله مزق ونزلت مباراة المنصورة في استاد القاهرة سنة 89، كان عندي 17 سنة، جبت جونين حلوين قوي، يعني الجون الثاني أحلى كمان من جون الرجاء ده، بس يعني طبعا من زمان قوي فممكن ما يكونش موجود، لكن دي مشاركة مهمة جدا بالنسبة لي. كابتن جوهري كلمني يوميها وهناني وقال لي أنت لعيب كويس، وكان عندي 17 سنة، فكانت مشاركة مهمة مع الدرجة الأولى في النادي الأهلي. وليا مشاركة دولية بس حزينة شوية، اللي هي بتاعت كاس العالم للقارات، نزلت والنتيجة 3-0 ومطرود مننا 3، فبس عملت نص ساعة من أحلى الأوقات اللي لعبتها. يعني جبت ضربة جزاء وأحرزها كمونة، كان ساعتها كمونة اللي بيشوط ضربات جزاء في منتخب مصر، والدعية اللي كان واقف طبعا الحارس الكبير السعودي، وعملت نص ساعة كويسة يعني. تمام، يعني شايف مين يكون النهارده حاجه كده زي وليد صلاح؟ ممكن متعب، متعب ممكن لو خد 10 دقايق يهدف، متعب لو خد 5 دقايق ممكن يهدف. تمام.